السلام عليكم. ما ارتكب رب عيلة حديث مروع عن طريق الخطأ، كان ابنه الصغير والبالغ من العمر سنتين ضحية لها، وذلك بمدينة قايس بولاية خنشلة. تفاصيل الحادثة المؤلمة والتي عايشها سكان المدينة هناك مؤخرا تعود إلى قيام الأب بدهس ابنه الصغير بعجلة سيارته دون أن ينتبه لوجوده تحتها، كما أن كل المعطيات تشير إلى أن رب العيلة لم يكن يعلم بتواجد فلذة كبد في طريق المحاذي لمسكنه العيلي، فأراد أن يشغل محرك المركبة من خلال العودة إلى الوراء قبل أن يصدم ابنه الصغير دون أن يتفطن لذلك في الوهلة الأولى، كما أن الوالد لم يكن يعلم أن ابنه الصغير خرج وراءها. إن لله وإنا إليه راجعون.